إخوانا أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معي من جديد في حلقة جديدة، موضوع جديد كما العادة. ودائما نتمنى إن شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم ظروف مزيانة يا رب العالمين. بدون إطالة بدون مزايدات، ما غاديش نهضر بزاف في هذا الفيديو الإخوان والأخوات. كما شفتوا معايا في المنياتور ديال هذا الفيديو، ثلاثة ديال العناصر ديال البلطجية ديال بوليزاريو في القبضة ديال الأمن السويسري، يعني من بعد واحد الاعتداء على واحد الأخت ديالنا مغربية، مرأة بمئة رجل. تحية كبيرة من هنايا لهذه السيدة، هذه المغربية الصحفية اللي سميتها هودة بالقاضي الحلوي. هذه السيدة هذه اللي خرجت كتمارس المهنة ديالها كباقي يعني الصحفيين، وتلقات واحد الاعتداء وواحد الهجوم اللي هو شرس من واحد الرباعة اللي كانوا دايرين واحد الخيام تمايا في المدينة ديال جنيف في سويسرا. إلا لاحظتوا الإخوان، مؤخرا انتشرت هذه الظاهرة هذه ديال هاد البلطجية هادو في عدة دول أوروبية، كيخرجوا ويديروا دوك الخيام كذا، ولكن ماشي هذا هو الحد، وإنما ما كيفهمش هاد الأمور هذه، وكيبداو يتعداو على المقدسات والرموز ديال البلاد، يعني الراية المغربية كيتهجموا عليها في السفارات، في الهيئات الدبلوماسية، في القنصليات، يعني ولا من يحرك ساكن. المهم هاد الرباعة هادو ثلاثة منهم في القبضة ديال الأمن السويسري، لأن كاين معاهم دابا تحقيق، لأنهم تعدوا على هاد السيدة هذه الأخت ديالنا المغربية. كما قلت تحية كبيرة وتحية نضالية لهاد الأخت هذه. فهاد الناس هادو يعني ما كفاهمش كما قلت انهم يخرجوا ويديروا دوك الخيام وينشروهم ويبقاو يندوا ويديروا دوك الرايات ديالهم، وانما كيتعداو على مقدسات وكيتعداو على مواطنين، يعني بدون سبب، بدون سبب، فقط لان واحد الانسان يعني ولا واحد المواطن مغربي خارج وهاز رايته هو بحاله بحاله. المهم فغادي نخليكم ان شاء الله مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش كان الهجوم الشرس على هذه الاخت هذه. وكذلك كاين واحد المقطع اللي هو صغير ديال الرئيس ديال الجمعيه الصحراويه اللي كيدافع على طبيعه الحال على الصحراويين تمايا، اللي هو اللي اكد ان هذا الخبر ديال ان ثلاثه من هاد الناس هادو لقاو عليهم القبض. وانا غنضرب لكم موعد ان شاء الله في الموضوع الماجي ولا في الحلقه الماجيه، ولكن قبل ما نمشي بغيت غير نذكركم باللي انا عندنا واحد اللايف ان شاء الله في القناه ديال الاخ يوسف. غادي نخلي لكم الرابط ديال اللايف، غادي يكون عندنا اللايف مع 10:45 دقيقه. على العموم الرابط هو لتحت، ملي تلحق الوقت ان شاء الله كليكيو عليه ودخلوا عندنا. تحيه كبيره، حتى نتلاقاو ان شاء الله من هنا شويه. دمتم في امان الله. السلام عليكم خواتي خواتاتي المغاربه، كيف انتم؟ معكم هدى بالقادي الحلوي من مدينه جنيف في سويسرا، من لي ناسيونز اوني، لا بلاس دي ناسيونز اوني ا جنيف. معنا لو بوليزاريو، لو غرو بوليزاريو جايين سويسرا هنايا. ها هما. السلام عليكم. انا سويسريه، انا جايه هنا تقلي تحت. اوكي، انا خارجه، انا هنا جنسيه المغربيه وعاش الملك والصحراء المغربيه وحضر المغربيه وحضر المغربيه الصحراء المغربيه وحضر المغربيه حتى تفتح كل عيني حتى تفتح الدنيا. انا حره، أبلي لا بوليس، صحراء مغربية، لو سارا اي ماروكا، لو جروب تيروريست بوليزاريو، إي سو لا، إي سو لا، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، خيانة، أنت خيانة، أنت خيانة، خيانة، عالية، 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 المغرب والملك والدولة المغربية محتلة. الدولة المغربية محتلة، الدولة المغربية محتلة، الشعب المغربي محتل، الصحراء انا حرة، انا في بلادي الصحراء المغربية. يا سيدي يلا اخواتي شفتوا خواتي هما أبل البوليس، vous avez un
Dites-leur de me donner mon drapeau. Je veux mon drapeau. L'autorisation, vous n'avez pas le droit. Je n'ai rien dit. J'ai dit que je suis venu ici, il a dû rentrer. Il m'a invité. Il m'a invité. Vous demandez l'autorisation. Donnez-moi mon drapeau. C'est pas votre problème. Eux, c'est des terroristes. Nous, on est en France. Non, madame. Donnez-moi mon drapeau. Attendez mon drapeau. J'étais là. J'étais là. Vous m'avez invité. Voilà, c'est des menteurs. Vous m'avez invité. Vous m'avez tapé. Je veux mon drapeau. Vladi, tenez Vladi. Vous m'avez invité. Madame, vous agitez les gens. Non, je veux mon drapeau. C'est je pas veux bien. Mon drapeau. Ils ont autorisé. Je veux mon drapeau. Écoutez, je veux mon drapeau. C'est des terroristes. Tout le monde est autorisé c'est ici. C'est votre ami. Je veux mon drapeau. C'est tout. Oui, je veux mon drapeau. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر قنو رئيس جمعية الصحراء المغربية بسويسرا. العدوان الغاشم الذي تعرضت له الصحفية المغربية السويسرية الأستاذة هدى بالقاضي الحلوي من طرف شيرديما من البوليزاريو اليوم أمام مقر الأمم المتحدة يبين مرة أخرى مدى الهمجية التي تسيطر على عقول هؤلاء يعني المجرمين. أتوا إلى أوفين أمام مقر الأمم المتحدة التي بدت فيها اليوم الدورة دورة حقوق الإنسان، وهذا لا يتماشى مع القيم والأخلاق والعرف لدول دولة سويسرا. وبعدها تم إلقاء القبض على ثلاث من هؤلاء العصابة من مرتزقة البوليزاريو، تم حجزهم وتم يعني اخذهم يعني بالكبشات من طرف الشرطه الدبلوماسيه بمدينه جنيف السويسرية. والان راح يعني العداله باذن الله غدا راح ترى في موضوعهم، واحنا نندد بهذا السلوك الغاشم لهؤلاء الشرذمة، وماشي اول مره، وهذه يعني اخر مره اللي راح يتجروا تعدي على واحد من الصحفيين ولا واحد من المواطنين المغاربة في الخارج. لا يعني احنا بالمصاد لهم وبال يعني بالأمانة ان السلوك هذا مش جديد على هؤلاء المرتزقة، ونتمنى ياخذوا العقاب الذي يستحقونه في اقرب وقت. والسلام عليكم، اخوكم عبد القادر قنو رئيس جمعية الصحراء المغربية بسويسرا.